الستيجز بقى عبارة عن ايه؟ عندك البري لانجوج ستيج دي من اول 3 ل 10 شهور طفل، لان قبل كده هو ما بيعملش حاجة، هو طفل بيعيط بس. The prelinguistic sounds of every early stages of child language acquisition are simply called cooing and babbling. The period from about 3 months to 10 months is usually characterized by 3 stages of sound production. من 10 شهور نعتبر بنوصف المرحلة دي the 3 stages 3 مراحل of sound production لإصدار الإيه أو إن الطفل بيطلع أصوات معينة. An infant developing repertoire المخزون بتاع الأصوات اللي عنده، بيطور مخزون الإيه الأصوات اللي عنده. The first recognizable sounds are the described as cooing، أول أصوات نحضر إحنا كبشر أو parents نبتدي نتعرف عليها أو نفهم هو قصده إيه اسمها cooing. With velar consonant sounds، عارفة طبعا أنت خدتي فوناتكس velar consonants اللي هي الك والج، بيستخدم فيهم الصوتين دول. Usually present as well as high vowels such as i and u. Okay. These can normally be heard by the time the child is 3 months. بيبتدي ان احنا نسمع الاصوات دي اول لما الطفل يوصل لثلاث شهور. So many of the child's vocal sounds are very different from those which occur in the speech of mom and dad. طب ده النطق للاصوات دي بيبقى مختلف طبعا عن النطق بتاع his mom and dad. يبقى احنا قلنا من ثلاث شهور نعتبر بنعرف المرحلة دي نسمها كوينج، بيستخدم فيلر كونسونانس اللي هم الكه والجا، وهاي فاولز زي الايه والاو لو انت ايه بتحضري. في باي 6 مانس ذا تشايلد از يوزوالي ايبل تو سيت اب اند برودوس ا نمبر اوف ديفرنت فاولز اند كونسونانس ساتش از فريكاتيفز اند نيزلز. هو يتعلم ويكون ويبروديوس ديفرنت فاولز اند كونسونانس زي الفريكاتيفز والنيزلز زي الف والف وانه هي مش اكثر تعقيدا ولا حاجه، هي different sounds than اللي هو كان بيبروديوس وهو عنده 3 شهور. هو عنده 3 شهور بس بيستخدم الفيلر كونسونانس اللي هم زي الكه والج. كان بيبتدي يكبر شويه وكان بيستخدم بس الايه والاو وهو ايه اللي هي الهاي فاولز. لما وصل 6 شهور ابتدى ان هو يبروديوس فاولز زي الفريكاتيفز فريكاتيفز والف النيزل سنه والم. Production at this stage is described as babbling. Babbling يبقى 3 شهور cooing، 6 شهور babbling، and may contain syllable type words. ممكن يقول sounds نعتبر ان هي نقدر نوصفها ان هي syllable، مقطع صوتي كده، مش مجرد صوت واحد. هو بيقدر يقول مقاطع زي ما تيجي ده ويكررها والداد ده ما ما وهكذا. In later babbling stage around 9 months هو بقى في الاول بيقول ما ده one syllable only، فاهمه؟ في later babbling stage بقى بمجرد ما يوصل 9 months there are recognizable intonation patterns to the consonant and vowels. يبتدي بقى يعمل intonation patterns كده، تعتبر احنا كبشر نقدر نريكوجنايز الباترنز دي. Combination being produced بيبتدي يعمل ايه بقى زي ما قلت combinations، بيجمع syllables مش فاهم بيبروديوس بس ده، ابتدى يعمل كومبليشن من الايه السيلابس دي، فبيقول ده as the children begin to pull themselves into a standing position، يبتدوا ان هم يسحبوا نفسهم كده الستاند بوزيشن through the 10th and 11 months، يبتدي لما يوصل ل 10 و11 شهر they are capable of using their vocalizations to express emotions and empathies. يبتدوا يستخدموا الاصوات اللي بينطقوها دي عشان express ايه emotions and empathy، سواء هو عايز الحاجة دي أو رافضها. The late babbling stage is characterized by a lot of sound play and attempted imitations. بيلعب الأصوات وبيقلد أصوات كتير هو بيسمعها. ممكن أنت تقول ماما هو بيبتدي يقلد ماما، تمام؟ he is imitating the sounds. Some psychologists have suggested that this pre-language vocalization gives the children some experience and social role of the speech because parents tend to react to the babbling. هو يبتدي يديله خبرة ان الاصوات اللي بيستخدمها دي يعني مش مجرد اصوات كده وخلاص، هو بيبقى في ريسبونس من الاهل، يعني يقول مثلا دادا فيبتدي بابا يجيله، فعرف ان هو لما يعيط يقول دادا يبقى هو بيطلب باباه، يبتدي يكسب خبرة ان مش الاصوات دي بس بتطلع كده وخلاص، ده في رياكت من البيرنتس تجاه الاصوات دي. However, incoherent as حتى لو كانت البابلينج دي incoherent غير واضحة، فاهمة؟ غير مفهومة للثانية،
as if it is in fact their child's contribution to social interaction. يعني ده يعتبر ايه الانتراكشن بتاع التشايلد في المجتمع. طيب one note of caution, حاجه كده ناخد بالنا منها, should be sounded at this point. However, they are also very careful to the point to point out that there is substantial variation among children in terms of the age at which particular feature of linguistic development occurs. هما بيقولوا ان في اختلاف, في اختلاف في السن اللي الطفل بيوصل فيه ان هو يطور خصائص اللغه بتاعته. يعني في منهم ممكن, عشان كده هو بيقول لك دايما بيديك مرحله, هو ما بيقولش عند سن 6 شهور بالظبط, هو بيقول لك from to, from مثلا 6 months to 7 months, from مش عارف through the 10th and 11th months, في الفتره كده ما بين 10 ل 11 شهر, لان بيقول لك في اختلاف, مش دايما بتبقى الموضوع اكيوريت قوي. انا اقدر اقول لك ان هو 10 شهور هيقول البابلنج ساوند, هو ده اللي الحته دي بتقوله يعني. باي 6 مانس باي دي ايدج, دايما لازم نتعامل بالستيج بحلول 6 شهور, ما نقولش ايه ات 6 مانس, نقول باي 6 مانس باي دي ايدج اوف تو, يعني لما على سنتين. از ابروكسيميت اند سبجكت تو فاريشن, ان الحاجه دي تقريبا سبجكت تو فاريشن يعني معرضه ان هي يبقى فيها اختلاف. individual children هي حاجه يعني مش كره, مش حاجه يعني تتحط كده هو 6 شهور 6 شهور, لا عادي ممكن 6 5 وهكذا. the one word or holophrastic stage دي بقى ايه, between 12 and 18 months, من اول احنا قلنا فوق اخرنا 11 شهر تمام, دخلناش ال 12, فمن اول 12 ل 18 the children begin to produce a variety of recognizable single unit utterance. يبتدوا يproduce variety كلمات مكونة من كلمة واحدة single unit utterance. traditionally called the one word stage is characterized by speech in which single terms are uttered for everyday objects as such as milk, cookie, cat, cup. other such as asa بيعمل ايه what's that, another version of what's that, فاهمة؟ كلمة what is that, هو بينطق, هما حاطين لك صوت عشان يوريك ان هو مش بينطقها اكيوريت, هو صوت شبه what is that, فاهمة؟ العربي يقعد يقول ايه ده, هو اللي هي ايه ده, بس هو بيقولها بطريقة طفولية شوية. ممكن يقول جملة كاملة بس هو قالها بطريقة one word برضه. وصلت لك الحتة دي؟ وصلت لك, وصلت لك المثال ده ليه؟ هو قال ايه ذات, هي ثلاث كلمات بس هو نطقهم بفورم كده معينة شبه one word. هو بيقول لك ان هو اخره في الفتره دي هو بس بيعرف ينطق حاجه تبقى one word one sound sound of one word. حتى لما جه في مره عمل form كده of a sentence قالها بطريقه برضه one word. so the label one word for this stage may be misleading, لان هو هي مش one word قوي, هي مش كلمه واحده قوي, هو بينطق صوت بس هو اخره في الصوت ده يبقى شبه نطق الكلمه الواحده, ما يعرفش يقسمها ثلاث كلمات. هو بيقول لك ان احنا كلمه one word دي ممكن تبقى misleading للناس اللي بتقرا الجزء ده احنا يعني. فبداك المثال ده عشان اوصل لك ان هي مش دايما بينقل رغبته في نطق كلمه واحده, مش دايما بيتكلم عن الميلك ولا الجلاس ولا الووتر ولا لا, دايما ممكن يبقى بيقول بيسال عن حاجه حواليه بس نطقها في الفورم بتاع one word. So terms such as single unit or single form may be more accurate. لما نقول إن هي single unit stage أحسن من إحنا نقول single إيه word stage. Could use the term holophrastic. صح شفت عشان أقولك phrase كأنها phrase. فقال لك holophrastic. Holo one phrase. A single form functioning as a phrase or a sentence. They function as a single phrase. If we believe the child is actually using these forms as phrases or sentences. لو إحنا يعني نقدر نقول إن هو بيستخدم الكلمة الفورم ده كأنه فعلا قصده بيها يقول what is that. يستخدم الفريز دي فعلا. While many of these single forms are used for naming objects. معظم الفورمز اللي هي single دي مجرد بس بينده بيها على حاجات حواليه. They may also be produced in circumstances that suggest that the child is already extending their use. هو ممكن يقول الحاجات دي في مواقف معينة بتبين ان الطفل بيبتدي فعلا يوسع استخدامه للجمل دي. زي ايه بقى؟ هديك مثال. An empty bed may elicit the name of a sister who normally sleeps in the bed. Elicit يعني ايه؟ يعني يوصف بيها او يعني السرير الفاضي ده
ماشي، ممكن الطفل يشاور عليه ويبقى قصده بيها اخته اللي بتنام دايما في السرير ده. even in the absence of a person named، يعني يعني ممكن يشاور على السرير ده يقول كيرن، فاهمه؟ هو بيشاور ان هي بتنام هنا. فشوفي هو بيبتدي يوسع مداركه للاستخدام بتاع الكلمه الواحده، قصده بيها حاجات تانية غير مجرد ان هو بينيم الاوبجكتس اللي حواليه. تمام. During this stage, then the child may be capable of referring to Karen and dad and bed to Karen and bed, but is not yet ready to put the forms together to produce a more complex phrase. هو بس بيقدر يريفير لكيرن والسرير ده بس بكلمة واحدة، one phrase تقريبا أو one a unit. Well, it's not a lot of it is a lot to expect from someone who can only walk with a struggle and has to come down stairs backwards. يعني ده يعتبر يعني لو توقعنا منه ان هو يكون قصده جملة كاملة، ده يعتبر حاجة كتيرة جدا اصلا من مجرد طفل عارف يمشي بالعافية يسند بس على الحاجات اللي حواليه. برضه 110 اهو ال two word stage دي. depending on what one counts as an occurrence of two separate words، يعني لما نقدر نقول ان دول فعلا كلمتين مختلفين عن بعض. this stage can begin around 18 to 20 months، يعني من اول 18 ل 20 شهر. as the child's vocabulary moves beyond 50 distinct words، حوالي 50 كلمة مختلفة ده المخزون بتاعه. by the time the child is 2 years old، a variety of combinations similar to baby chair, mommy eat, cat bed will have appeared. هيبتدي بقى يحط كده ايه two words جنب بعض. The adult interpretation of such combination is of course very much tied to the context of their utterance. يعني احنا بقى تفسيرنا للحاجات اللي هو الطفل بيقولها دي دايما بيرتبط جدا بالموقف اللي الطفل بيقول فيها كده. baby chair واحنا ماشيين في الشارع مش فاهم هو عايز ايه، لكن لما يبقى في البيت وهو عمال كده بيقول بيبي تشير او بيشاور انا عارف انه عايز يقعد على الكرسي بتاعه. فبيقول لك ان احنا تفسيرنا كناس ادلت للجمل اللي او التورس اللي الطفل بيقولها ده بيرتبط جدا بالكونتكست، كونتكست اللي هو السياق. The phrase baby chair may be taken as an expression of position، ممكن ان احنا نفهمها ان ده بتاعه. This is baby chair. Or as a request to put the baby in a chair، ممكن يكون قصده ده بتاعه، ممكن يكون قصده حطني في الايه؟ في الكرسي. Or as a statement baby is in the chair. البيبي في الايه في التشير بتاعه. depending on different context، ده بيعتمد طبعا على الموقف نفسه. if it is that the child actually intends to communicate via such expressions، the child intends to communicate، الطفل بيرغب او دايما بيتعمد ان هو يتواصل بالexpressions دي. significant functional consequences are that the adult behaves as if communication is taking place. احنا بقى بنتعامل كناس كبيره ان كان فعلا في محادثه بتتم، محادثه كامله بتتم بيننا وبين الطفل. as if the child is a يعني producing a complete sentence، دي بتبقى الريسبونس بتاعنا احنا as adults. حتى انت ممكن انت كواحده مش ام تيجي تقولي ايه ده انت فاهمها، انت فاهمه بتقولي انا فاهماه. احنا بنتعامل الام بتتعامل ان كان الطفل بينقل جمل كامله مفهومه. that is the child not only produces speech but receiving feedback. هو he's receiving a feedback which usually confirms that the utterance worked. هو ده بيعرفه ان النطق اللي هو قاله ده اشتغل. moreover by the age of two whether the child is producing 200 or 400 distinct words، بيبتدي تقريبا ينطق حوالي 200 ل 400 كلمه مختلفه. he or she be capable of understanding five times as many. هو نعم بينطق حوالي 200 او 400 كلمه تقريبا بالفورم اوف تو وورد، بس هو بيقدر يفهم اكتر من خمس مرات او خمس اضعاف الحاجات دي. هو بيقدر يفهم بس مش بيقدر يبرديوس يت. تمام. and will typically be treated as an entertaining conversational partner by the principal caretaker. زي ما قلت لك هو بيبتدي الاب والام اللي هم يعتبروا الكيرتيكر اللي بيقدموا له، زي ما قلنا في كيرتيكر ورا، دي تعتبر بالنسبه لهم محادثه ممتعه جدا. هم بيتكلموا معاه بالطريقه دي. التليجرافيك ايه؟ سبيتش. التليجرافيك دي معناها سبيتش مختصر شويه. تمام. هو مش الكومبليت سبيتش، يعني احنا بنبتدي نحذف منه اجزاء معينه. تمام. باي 2 اور 3 ييرز، مجرد ما بنوصل لسنتين ثلاثه
The child will begin producing a large number of utterances, which could be classified as multiple word utterances. نقدر نحط خط كده. A large number of utterances, which could be classified as, مش بقى two word ولا حاجة, multiple word utterances. يبتدي ينطق كلمات عديدة. Yet not a complete sentence, only multiple word utterances. The salient feature of these utterances see this to be the number of words. الفيتشر المهمة جدا في المرحلة دي هي عدد الكلمات بقى, عدد الكلمات اللي الطفل يبتدي ينطقها. But the variation in word form may begins to appear. هيبتدي يحصل بقى اختلاف, تمام, في الword forms, في أشكال الكلمات اللي هو بينطقها. Of particular interest is the sequence of inflectional morphemes which occurs. Before we consider this development, however, we should note that there is a stage which is described as telegraphic speech. قبل ما نبتدي نتكلم عن المرحلة دي, قبل ما نبتدي نتكلم عن التطوير ده, لازم نبقى عارفين إن في مرحلة اسمها telegraphic speech. This is characterized by strings of lexical morphemes. Strings يعني إيه؟ جمل كده, أو هي string هي عامة معناها خيط, تمام؟ ولكن احنا نقول عليها ان هي خيوط من الليكسيكال. ليكسيكال يعني كلمات. ليكسيكال themes in phrases such as Andrew won ball, cat drink milk, this all wet. The child has clearly developed some sentence building capacity. هذه الحتة المهمة, أهم من كل اللي فوق ده. يعني من أول this is characterized by كذا, تمام؟ يعني احنا نقول ان المرحلة بتاعت التليجرافيك سبيتش دي الطفل هيبتدي يقول فيها او يبتدي build sentences شبه sentence, full sentence, بس يعني ناقصها حاجات برضه. زي مثلا تعال نشوف cat drink milk. انا شايف ان الجملة دي ناقصة مثلا الاس بتاعت الايه subject verb agreement, ناقصة الارتكل بتاع the cat the milk, فهي مش كاملة تماما, مش completely grammatical correct sentences, بس هي تعتبر it resembles sentences. هو بيبتدي ينطق جمل. عشان كده كلمة telegraphic speech معناها حديث غير مكتمل. يبتدي produce sentences تقريبا تقارب complete sentences. وهو بيبتدي produce speech, speech يعني حديث أو خطاب, فبيبتدي يقول جمل بقى, بس هي it's still telegraphic. telegraphic ناقصة, ناقصة حتت في الجمل, تمام؟ The child has clearly developed some sentence building capacity by this stage and can order, يقدر يتحكم بقى the forms correctly, يقدر يستخدم الفورمز دي بتاعته دي شوية صح. عارف يقول ان Andrew won ball, عارف يستخدمها بطريقة كويس. While this type of telegram format speech is being produced, a number of grammatical inflections begin to appear. A number of grammatical inflections begin to appear of this word and simple prepositions in on and turn also turn up, بتظهر برضو. بيبتدي يحط زي ما قلنا شوية استخدامات صح للجرامر. يعني انت لو خدت بالك ان هو حط السبجكت, حط اندرو, وحط بعديها الفيرب اللي هو وونت, وحط بعديها الاوبجكت اللي هو بول, فبيبتدي يطلع لنا جراماتيكال انفليكشنز, شوية كده جمل صح جرامر شوية تبتدي تظهر بس. وبيبتدي يستخدم برضو سيمبل بريبوزيشنز, ممكن يقول مثلا اندرو بوت بول ان باج مثلا, فبتدي يحط في وعلى وتحت وهكذا. By the age of 2.5, بمجرد يوصل تقريبا سنتين ونص, that child's vocabulary is expanding rapidly. بيبتدي بقى يتعلم كلمات أكتر بطريقة سريعة جدا. And the child is actually initiating more talk. بيبتدي يطلع كمان كلام أكتر. جمل جديدة شوية. حتى ممكن تيجي في سنة تقول أنت جبت الجملة دي منين يا ابني؟ سمعتها فين؟ كل ما بيسمع حاجة بيبتدي ينطقها ويبتدي ينقل الكلام اللي حواليه, حتى لو سمعه في التلفزيون, في الشارع, في أي حتة. Of course, increased physical activities such as running and jumping is taking place during this period too. برضو في المرحلة دي تبقى ينط ويجري كتير وشيء. By 3, مجرد ما نوصل 3 سنين, the vocabulary has grown to hundreds of words and pronunciations too has become closer to the form of the adult. بيبتدي بقى شوية تحس انه بيتكلم زي الناس الكبار, كلام واضح وصح وكويس جدا. So that even visitors have to admit that the little creature really can talk. حتى الناس الغريبة اللي بتيجي تزوره يقدر يقولوا ايه ده كبير وبقى عارف يتكلم كويس.